نجتمع اليوم بهذا الصرح العظيم برجال عظماء قد أنهوا مسيرة كاملة، والذين لم يأتوا جهدا في هذه المسيرة. وفي مظلة هذا اللقاء ومع خريجي كلية الهندسة المعلوماتية والمدنية والميكانيك ومعهد الحاسوب ومعهد التجهيزات الطبية، ولتطمئن قلوبنا بذكر الله ونمتع أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم ليتلوها عليكم الطالب الخريج مصطفى دبيك، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. إبراهيم عبد الهادي بهلوان. الخريج إسماعيل ياسر إسماعيل. تلك الكلية وتلك الجامعة التي أحببناها وثابرنا فيها رغم كل الصعوبات التي مضت، كما أنني أدعو الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا الأبرار من طلاب جامعة إدلب ومن ثوار سورية الحبيبة.